عن هذه المواضيع لا نجد كتابات كثيرة. ثانيا، لأن التنافسية أصبحت ضرورية في زمن تطبع العولمة تتسم بتشعباتها وتعقيداتها. ثالثا، لأن السياسات العمومية من واجبها أن ترتكز على تحقيق التنافسية من أجل نتائج اقتصادية في مستوى تطلعات الفاعلين الاقتصادي. هذا باقتضاء إطار عام لهذا الموضوع الذي اختاره الأستاذ الفارسي الصرغيني. النقطة الثالثة وهي المهمة، النقطة الثالثة هي مضمون الكتاب. المؤلف الأستاذ فارس الصرغيني انطلق في كتابه بطرح عدة تساؤلات. أولا، هل هناك تطابق أو اختلاف بين المنافسة والتنافس؟ وهذا مهم جدا، إظهار الفارق ما بين هذين المفهومين، مفهوم المنافسة la concurrence والتنافسية la compétitivité. السؤال الثاني والذي طرحه المؤلف، إلى أي توجه في الفكر الاقتصادي ينتمي مفهوم التنافسية؟ هنا يدخل في عالم الفكر الاقتصادي بكل تشعباته. السؤال الثالث والذي طرحه المؤلف، هل هناك تعريف وحيد أو تعاريف متنوعة لهذا المفهوم؟ وأخيرا، هل لتنافسية الاقتصاد الوطني وتنافسية المقاولة إطار واحد؟ On parle de compétitivité de l'économie nationale, mais aussi de compétitivité de l'entreprise. Est-ce le même cadre d'analyse ? للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، استعمل المؤلف في كتابه المعنون مفهوم التنافسية ومقارباتها لغة تقنية واقتصادية محكمة، واعتمد منهجية علمية تتسم بالتسلسل في الأفكار وبالمنطق في التوجه. جزأ المؤلف هذا الكتاب إلى قسمين اثنين. الفصل الأول خصص لتوضيحات حول مفهوم التنافسية بريسيزيون، وهذا مهم جدا عندما نطرح السؤال على العموم والجمهور، نقول لهم ما هي التنافسية، نجد صعوبة في الجواب. الفصل الثاني تعاريف مفهوم التنافسية ومقارباته. في الفصل الأول تطرق المؤلف إلى المعنى السيميائي، وهذا مهم جدا، لمفهوم المنافسة والتنافسية. المفهوم أو التعريف السيميائي ديفينيسيون سيمانتيك، وهذا مجهود جبار، يجب أن نحيي السفارس الصرغيني على هذا المجهود. أوضح المؤلف أن الخلط ما بين مفهوم المنافسة ومفهوم التنافسية هو خطأ فادح، وهذا تعبيره، وذلك لعدة أسباب. أهمها أن المنافسة مرتبطة بمحيط عام له قواعده وقياساته، في حين أن التنافسية تعني قدرة وقابلية وسلوكا وسلوكا للفاعلين الاقتصاديين في ارتباطهم بمحيطهم التنافسي. المناقشة والتحاليل المتعلقة بهذا الموضوع أنتجت نماذج، من بينها نموذج المنافسة الخالصة والكاملة، وكذلك نموذج المنافسة الاحتكارية. الدارسون في علم الاقتصاد
يعلمون جيدا ويفهمون جيدا la concurrence pure et parfaite. Et la concurrence monopolistique. وأنا استفدت كثيرا لأنه نماذج سوف تفتقر سوف تكون فقيرة كما سوف يوضح ذلك المؤلف في كتابه عندما يقول أن الفكر الاقتصادي مع الوقت بدأ يفتقر إلى الأساليب والأدوات للتعامل مع المعطيات الجديدة في إطار الاقتصاد المعول. التنافس هي قابلة للقياس الكمي بواسطة احتساب حصص السوق المطلقة والنسبية. Les parts de marché absolues et les parts de marché qui sont les parts qui sont relatives. إن الاهتمام المتزايد بمفهوم التنافسية هو راجع بالأساس إلى ضعف نسب النمو المحققة خلافا لما كان عليه الحال في فترة الثلاثين المجيدة. أنا اسمحوا لي الترجمة لأنه تعابير مترجمة ثلاثين المجيدة les trente glorieuses. يعني في هذه الفترة مسألة التنافسية لم تكن مسألة مطروحة بحدة بقدر ما هي مطروحة الآن. الاقتصاد المغربي يعاني، سوف أجعل إلى ذلك في ما بعد. ولهذا قلت أن الأستاذ فارس السرغيني بكتابه أغنى النقاش وأغنى المكتبات من المؤلفات التي نفتقر إليها. ضعف نسب النمو هو نتيجة حتمية للمرحلة التي وصلت إليها الأسواق، وهي مرحلة الإشباع التي تؤدي إلى رفع الضغط المتعلق بحصص الأسواق. كما تعلمون يمكننا نرجع الآن لمسألة الصادرات المغربية، مسألة تتطرح مرتبطة بواحد صفة وثيقة بالتنافسية، والتنافسية يجب ليس فقط تحقيقها ولكن كذلك يجب الحفاظ عليه. وهذا ما أكد عليه المؤلف، ليس فقط من الواجب على يعني المسؤولين السلطات أن تقوم بالمجهود اللازم من أجل تحقيق التنافسية ولكن من أجل الحفاظ عليها. لأن المسألة التنافسية هي مسألة مرتبطة بسياق معين. أشار المؤلف إلى بول باسكال الذي أكد أن الاهتمام بالتنافسية كان أقل في الفترات السهلة. ما هو الأستاذ فارس السرغيني سماها الفترات لي بيريود فاسيل، لي فاز فاسيل، هما ديك لي فاز الفترات التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الأسواق محتاجة إلى المنتوجات، وكان المشكل آنذاك هو مشكل إنتاج، ما كانش مشكل ديال التسويق. كانت أقل هذه أن الاهتمام بالتنافسية كان أقل في الفترات السهلة التي حققت خلالها نسب نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات الأخيرة. كنعرفوا الآن أنه الأزمة الآن هي أزمة نمو، وهذا ما أكد عليه الأستاذ فارس الصغير. السنوات الأخيرة المتميزة بالحروب، لا العسكرية ولكن الحروب الاقتصادية والتجارية والنقدية، لكير كما عبر عن ذلك الأستاذ فارسي الصغيري، les guerres économiques, les guerres commerciales et les guerres monétaires. Il y a une question de la question de la question de la question de la question de la
أكثر من الاقتصادية هي حرب نقدية. هذه الفترات المرتبطة بالعولمة، الفترة التي ننتمي إليها، بالعولمة المتزايدة والمنافسة الشرسة، جعلت من التنافسية ضرورة مريحة، وهذا تعبير الأستاذ فارس الصغير. في هذا السياق أشار الكاتب إلى أنه لأن المقاولات تستعمل كل الأسلحة، كل الأسلحة تعبأ من أجل الحصول على حصص سوق إضافية، كل الأسلحة تعبأ من أجل الحصول على سوق إضافية أو الحفاظ عليها، وهذا هو التوجه الذي أشر عليه جوزيف شامبيتر. جوزيف شامبيتر الذي أكد أن الابتكار هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على التنافسية، للنوفاسيون. أوضح الأستاذ فارس السرغيني بعد التذكير بنظريات آدم سميث، نظريات المزايا المطلقة ليزافونتاج الفوري، ونظرية ريكاردو المزايا النسبية، أنه يلزم إطاحة بالنموذج الكلاسيكي. هذا تعبير خاص للأستاذ فارس، يعني يطالب بنظرة جديدة فيما يخص النموذج الكلاسيكي للاقتصاد الدولي وتعويضه بنظام أو بنموذج الاقتصاد العالمي. هذا التوجه نابع من اللا تطابق ما بين نظرية المزايا النسبية ووجود الشركات متعددة الجنسيات، كما أشار إلى ذلك موريس بيه وشارل ألبير ميشيل. وجود شركات متعددة الجنسية يعني تدمر كل هذا النموذج. يخلص المؤلف إلى أن التحليل الذي قام به للمفهوم من ناحية الاشتقاقية النحوية أو ارتباطا بالمحيط الاقتصادي يبطل العلاقة ما بين مفهوم التنافسية والنموذج الكلاسيكي. وهنا نجد البعد الفلسفي لمساهمة الأستاذ فارسي الصغير. يبطل العلاقة ما بين مفهوم التنافسية والنموذج الكلاسيكي، هذا فيما يخص الفصل الأول. في يخص الفصل الثاني من الكتاب تطرق الأستاذ الدكتور فارس السرغيني لمسألة التعاريف الممكن إعطاؤها لهذا المفهوم. هناك تعاريف مرتكزة على تكاليف الإنتاج، تعاريف مرتبطة بحصص أسواق شارل ألبير ميشيلي وكوربيس، وكذلك تعاريف ترتكز على القدرة التنافسية، تعاريف تنافسية مارتيني وآخرون. اعتمادا على هذه التعريفات ارتأى أستاذ الدكتور فارسي صرغيني، وهذا مهم جدا، أن يقترح تعريفا خاصا به. هو تعريف الدكتور فارسي صرغيني للتنافس، وتعريف يعني ارتأى المؤلف أن يقترحه. هذا التعريف جاء كالتالي: تنافسية الفاعل الاقتصادي هي قدرة على تحقيق الأفضل في جميع المجالات مقارنة بالمنافسين، وضمان
مؤقت لأركان أنشطة أي وضع احتكاره يجعله في منأى ومحميا من كل تقليد إيميتاسيون، من كل تقليد وبالتالي من كل منافسة. وهنا هذا التعريف هو شامل جامع لكل التعريف، وهو خاص بالدكتور فارسي الصغير، وسوف نعمل على يعني صرده في الكتابات المقبلة إن شاء الله. محميا من كل تقليد، protégé de toute imitation. وهذا مهم جدا، لأنه الآن نقول أننا نعاني من منافسة شرسة الآتية من دول جنوب شرق آسيا، ودول بعضها أو جلها تلجأ إلى التقليد la contrefaçon أو l'imitation، وهذا التقليد يؤدي إلى انتحار أنشطة اقتصادية لا داعي لذكرها، والكل يعلم ذلك. مجموعة من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مجموعة من الاقتصادات الوطنية نابعة من عدم قدرتها على مجاراة قدرة الآخرين على التقليد، أعني هنا الصين. أوضح المؤلف الدكتور فارس السرغيني أنه في الأخير التنافس يعني في الآن نفسه منافسة، وغياب المنافسة تعني منافسة وغياب المنافسة. لا كونكورونس اي لابسونس دو كونكورونس، سنستعمل عبارات خاصة بالدكتور فارس السرغيني. بالارتباط بهذه الازدواجية تطرق الأستاذ فارس السرغيني إلى الاستراتيجيات أو استراتيجيات المحيط الأزرق، لا استراتيجي دو لوسيون بلو ديال شانكي، المحيط الأزرق استراتيجية تقابلها استراتيجية المحيط الأحمر. هنا تنتكلم على جوج ديال المحيطات أو جوج استراتيجيات متعلقة بجوج أنواع المحيطات، المحيط الأزرق والمحيط الأحمر. سوف نفهم بعد قليل لماذا سمي بالمحيط الأحمر. بالمحيط الأحمر، المحيط الأحمر هو محيط، هو مفهوم غير مفهوم، يضم الأنشطة في مجالات معروفة وقواعد منافسة معروفة، لكن هذه المنافسة دموية، une concurrence acharnée. كان في التعبير الفرنسي نتكلم on parle de concurrence à couteau levé أو à couteau tiré، هذه كتسمى la concurrence féroce. وهذه concurrence féroce تؤدي إلى سيلان الدم، يعني معنى غير مجازي، يعني ماشي صحيح. هو أنه يعني تفلس الشركات، تفلس المقاولات، ولهذا المقاولات التي تنتمي إلى أنشطة معروفة وقواعد منافسة معروفة سوف تعاني من منافسة شرسة. ولهذا يجب، غادي نرجع له في الأخير، عندما نفكر في نموذجنا التنموي يجب أن نرجع إلى هاتين استراتيجيتين. المحيط الأزرق هي المحيط الأزرق واستراتيجية مرتبطة بها به تتكون من أنشطة غير معروفة حاليا ومرتبطة بسوق غير موجود حاليا وغير معنية بالمنافسة. المحيط الأزرق هو مماثلة، كما قال الدكتور فارس السرغيني، هو مماثلة، سيتي أنالوجي، هو مماثلة لضخامة الإمكانيات الغير مستكشفة، لأنه المحيط الأزرق يضم
أنشطة غير معروفة الآن، كما نتكلم عن المحيط، ماذا يوجد في قعر المحيط؟ أخصائيون يقولون لا نضبط إلا 2%، 98%. لا، المحيط الأزرق هو محيط يتكون من أنشطة فيها إمكانيات كبيرة، وبالتالي إمكانيات لتحقيق نسبة نمو مرتفعة، نمو حصص السوق. في هذا الإطار ذكر الدكتور فارس السرغيني بالسؤال الذي طرحه الرئيس المدير العام لمجموعة سان غوبان. هذا سؤال مهم، وكما قلت عند قراءتي للكتاب كنت أتشوق للصفحة الموالية، إنه كانت الفقرات منجزة بطريقة محكمة كما قلت في السابق. ذكرنا بالسؤال الذي طرحه الرئيس المدير العام ديال مجموعة سان غوبان. سان غوبان كما تعرف عندها أنشطة كثيرة. لماذا في نشاط اقتصادي معين نجد مقاولة قادرة على ربح المال، في حين أن مقاولة أخرى ليست لها القدرة على ذلك؟ وأحيي الأستاذ الدكتور فارس السرغيني على هذا السؤال، لأنه بالدارجة علاش مقاولة في نشاط معين كتربح الفلوس، في نفس النشاط مقاولة ما كتعرفش تربح الفلوس؟ هذا هو السؤال. الجواب على هذا السؤال يستخرج من تحليل جوزيف شومبيتر المتعلق بالابتكار. يجب أن نبتكر. إذا مشيت غير الفاست فود، وحدة كتربح الملاير وحدة فقط، إذا كاين إشكال. إشكال هو إشكال ديال الابتكار. حلل الدكتور فارس السرغيني بعد ذلك المقاربات المتعلقة بمفهوم التنافس، أنا سألنا بالتعريف. فهناك مقاربات الاقتصاد الصناعي المرتبط بأربعة مرتكزات: الشروط الأساسية، البنيات، الاستراتيجيات والأداء، الاستراتيجية لا بيرفورمانس، كونديسيون دو باز، ستركتور، استراتيجي اي بيرفورمانس. هادو هما كيسموهم الكلمات السحرية لكي نتمكن من تحقيق تنافسية في المستوى. فهناك كذلك المقاربات الأنجلو ساكسونية التي تضم مقاربات البنيويين الذين يركزون على البنيات، ومقاربة السلوكيين البيهافيوريست الذين يعطون أهمية قصوى للعلاقة ما بين الاستراتيجيات والأداء، لا خلاصون استراتيجي البرفورمانس. رأينا بغينا نتعمقوا في هذه المسألة، الخلل اللي عندنا كله هو هذا، العلاقة ما بين واش كاين هذا استراتيجية ستكون، ولا كانت هل تؤدي إلى نتائج جيدة، هو الأداء البيرفورمانس. والمقاربات الكمية لي كونتيتاتيفيست التي تولي اهتماما رئيسيا بحجم الأسواق، الفعالية، نسبة الربح، التركيز، الابتكار. عرج أستاذ فارس السرغيني على مقاربة التخطيط الاستراتيجي الذي يركز على الارتباط الوثيق ما بين حجم حصة السوق والربحية، وكذلك على الاستراتيجيات الجنيسة، الاستراتيجي الجينيريك أو العامة التي ذكر بها مايكل بورتر. هذا فيما يخص المؤلف، وهذا باقتدار، ولكي يعني نعمق النقاش يجب على الجميع ان يقرأه عاد باش يمكننا نناقشه. انا يلا هذا غيض من فيض، ولكن لان الوقت لا يسمح انه نطرق جميع جوانب الكتاب. هذا الموضوع الذي صدر في هذا الكتاب لمؤلفه الدكتور الأستاذ فارس السرغيني
صدر في خضم النقاش حول التصورات لتجديد النموذج التنموي المغربي الذي نادى به الملك محمد السادس في خطابه أمام البرلمان منذ 2017. هذا النقاش الذي يعيد إلى الواجهة مسألة تحقيق نمو اقتصادي، هذا النمو الذي يبقى ضعيفا في المغرب بالنظر للتحديات السوسيو-اقتصادية اللازمة والفرع. نمو يبقى ضعيفا لأنه لا يخلق مناصب شغل بالعدد الكافي، ولا يمكن من المضي قدما نحو ما يسطر عليه بالشمول الاقتصادي. آخر نقطة هي كلمة في حق المؤلف، في حق أستاذنا الدكتور فارسي الصغير، الأستاذ الذي هو مؤطري في بحثين للتعليم في التعليم العالي، مؤطري في عند حصوله على دبلوم دراسات العليا في العلوم الاقتصادية، ومؤطري كذلك عند حصوله على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية. وهذه مناسبة وجب التذكير بها قبل أن أسرد كلمات في حق الأستاذ الدكتور فارس الصغيري. الأستاذ الدكتور فارس الصغيري ترك بصمة واضحة في كل المحطات التي مر بها ومر منها، فقد استثمر تجاربه التي اكتسبها في الميدان المالي، في الميدان البنكي، وكذلك في الميدان الوزاري، استثمرها سواء كأستاذ مؤطر، كأستاذ باحث مؤطر بعدة أبحاث، الماستر والدكتوراه، عنده مجموعة ديال الأساتذة في المغرب تخرجوا على يديه، استثمرها في مسؤولياته الإدارية كعميد، لا زلنا نذكر خيراته على الكلية، وكرئيس جامعة من بين خيرة رؤساء جامعة سيدي محمد بن عبد الله، والكل يتذكر الدينامية التي أطلقت لا في كلية العلوم القانونية والاقتصاد الاجتماعي بفاس ولا في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في عهد، في مرحلة كانت جد صعبة. ولهذا وفي الختام أطلب من الحضور أن يقف تقديرا للأستاذ الدكتور فارس الصغير. أيها الحضور الكريم، شكرا على حسن استماعكم.